ونقول بسم الله يا أصدقائي ونتوكل على الله ونسوي فزوخ دانجلوك يعني نجرب حظ. يلا بسم الله يا أصدقائي ونشوف الحظ الأسطوري نشوف الحظ الأسطوري. يلا نوقفها 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 والآن يا أصدقائي نوقفها. نحكي لك مودي أنا علي عمر بيت من الزيرو ياما وتيم الكلان خليك مكانك. مرحبا أصدقائي كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أنا علي عمر ورجعت لكم فيديو جديد. أصدقائي قبل ما نبلش بهذا الفيديو خلونا نوصل هذا الفيديو لل 100,000 لايك. بعرفكم كيف وقدها من يقدر يجيب أول 100,000 لايك في صوت. أصدقائي بتمنى من كل أسطورة قاعد بشاهد هذا الفيديو انزل تحت وحط اللايك واشترك في القناة لو كان مشترك فعل جرس التنبيهات عشان يصلوا كل فيديو جديد عن فري فاير. أصدقائي اليوم بث مباشر أسطوري على تطبيق نونو لايف. اليوم هو اليوم السابع وأنا ألعب بالبي سي. لازم تيجوا تشوفوا لعبي كيف صار أسطوري بالبي سي. طيب أصدقائي ما بدنا نطول بالمقدمة كتير على شو راح يكون فيديو اليوم يا أصدقائي. فيديو اليوم يا أصدقائي راح يكون على المايستري شوب. وأخيرا يا أصدقائي متجر التخفيضات بعد انتظار طويل نزل متجر التخفيضات بتخفيضات تصل إلى 90% مثل ما انتم شايفين. لازم نجرب حظنا نشوف يا رب 90%. طيب يا أصدقائي في عندنا فترة المتجر هي راح تكون من 10 ليوم 20 يعني 10 أيام شيء أسطوري. فطيب منزلين عندنا سكنات جديدة مثل ما انتم شايفين. سكن جديد للشاب وسكن جديد للبنت يا أصدقائي فإن شاء الله راح نقدر نجيب هاي السكنات. خلونا ندخل على الحدث وطبعا هون لازم نجرب الحظ تبعنا. فخلونا ندعي قبل ما نجرب الحظ يا أصدقائي. يا رب يا رب حظ أسطوري يا رب. يا رب والله عن جد عن جد يعني في جواهر بس نفسي يطلع لي حظ أسطوري. خلينا نقول بسم الله يا أصدقائي ونتوكل على الله ونسوي فزوخ دانجلوك يعني نجرب حظ. يلا بسم الله يا أصدقائي ونشوف الحظ الأسطوري نشوف الحظ الأسطوري. يلا نوقفها 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 والآن يا أصدقائي نوقفها. لا لا والله لا يا شباب والله مستحيل والله لا 8 في شيء ثاني لازم يا شباب في شيء ثاني لازم اضغطه انا ولا هو هيك خلاص 88 يا شباب 88 مستحيل والله لا لا والله يا شباب انا بشحن يعني هدول هذا التخفيض 88 89 و90 هاي بعرف التخفيض بيعطوه بس للحسابات الجديده اللي عمره ما شحنوا يا شباب والله لا 8 او ماي جاد. خلونا ندخل والله 88 تخفيض والله العظيم 88. شوفوا الاسعار شوفوا الاسعار 1 جوهرة 4 جواهر 7 جواهر 3 جواهر 6 جواهر 9 لا 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 والله انه عن جد انه ليس حظ علي عمر والله ابدا انه ابدا ليس لا لا والله في شيء غلط في شيء غلط بالموضوع. هذا القسم الاول خلونا نتاكد من القسم الثاني بلكي في شيء غلط. اوه في لا 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 مستحيل يا اصدقائي في عندنا بطاقات بطاقات كمان بطاقات تبع الروم بطاقات الكستم روم حاطينهم كمان متجر التخفيض ب 12 جوهره البطاقه. لا والله يا شباب احكوا لي انه هذا مش حقيقه. في عندنا نقاط فاير باس في عندنا بيج في عندنا يا شباب والله هذا افضل متجر تخفيضات بينزل بام اللعبه يا شباب. راح نحرق ابو متجر التخفيضات يا شباب. اوكي لازم نصرف 100 جوهر عشان نحصل على سكن البنت. خلونا نبدا يا اصدقائي قبل ما يغيروا رايهم ويرجعوا التخفيض يعطوني تخفيض ثاني. خلونا نبدا اول شيء بطاقات تغيير الاسم. هي 10 بطاقات 10 بطاقات ب 460 جوهره يعني تغير اسمك 10 مرات بدل ما تغير اسمك 10 مرات ب 4000 جوهره راح تغيره فقط ب 360 460 جوهره. طيب في عندنا كمان هاي البطاقات هاي هذا التوكن تبع الاي كي. بنقدر نشتري بطاقات تغيير. لا يا شباب بنقدر كمان 10 لا خلص بتقدر تشتري 30 بطاقه تغيير اسم 30 بطاقه يا شباب. طيب خلينا نشوف هاي البجات بيطلع فيها التوكن كمان صحيح. طيب انا عندي الاي كي طبعا ماكس ولكن راح احرق ابو التوكن وراح اجيب توكن يا اصدقائي بلكي ما دام موجودين يا شباب عن جد ما دام موجوده هاي البجات فاتوقع راح ينزل سلاح ثاني يكون تقدر تطوره بنفس التوكن فراح اجمع منهم التوكن هذول. طيب هاي بطاقات تبع راح نحرق كل شيء راح حتى الاشياء اللي عندي منها راح اجيب ابوها يا اصدقائي. طيب في عندنا بطاقات دايموند ريال كمان عشان شوفوا ال10 بطاقات ب70 جوهره يعني انت بدل ما تلف 10 سبنات ب 800 او 900 جوهره في دايموند ريال هون بتاخذ 10 بطاقات ب70 جوهره بس. طيب هدول بطاقات الحاضنة لازم نكثر منهم عشان نحرق ابو الحاضنة. طيب في عندنا هون هاي شو هاي البكجات يلا رح نجيب ابوها والله يا شباب الاسعار مجانا الاسعار ببلاش يعني ليش ما نجيب 6 جواهر 60 جوهره 10 بكجات عادي رح نجيب والله رح بطاقه يعني حتى لو اعطوني بطاقات جولد حتى لو اعطوني بطاقات اكس بي ب 60 جوهره والله شيء اسطوري عادي مش خساره فيهم. طيب يلا هيك هيك بتوقع اخر. اوه في عندنا
اكل، والله راح اجيب اكل القطه كمان، والله راح اجيب كمان اكل القطه. شاهد على فضيحه علي عمر يشتري اكل عادي، شاهد علي عمر يصرف جواهره على اكل القطه عادي، راح اجيب كل شيء. طيب هاي كمان ثلاثه جواهر يا شباب، ثلاثه جواهر البقجات شيء مستحيل عن جد، والله شيء مستحيل. والله بثلاثه، شوفوا 10 بقجات ب 30 جوهره يعني ايزي بلاش. عن جد والله شيء فعلا. على فكره من اول ما دخلت لعبه فري فاير ليومنا هذا، يمكن اول مره بيعطوني هاي نسبه تخفيض، اول مره بحياتي باخذ تخفيض 88%. يعني حتى اول متجر تخفيضات نزل باللعبه اللي هو كان فيه السكن تبع هذاك الساموراي تبع هذاك الشعر الاسود ده لسه متذكرينه، هذاك اول متجر تخفيضات نزل، وبوقتها انا كنت بشحن باللعبه يعني كنت شاري قناع جمجمه وهيك وشاحن فاير باس، ولما دخلت على هذاك الحدث اعطوني تخفيض يمكن بتذكر في، شوفوا نقاط الفاير باس، او ماي جاد يا شباب شوفوا، خلينا نعمل ماكس نشوف، خمسة بكجات نقاط فاير باس ب 900 جوهرة، 900 جوهرة فقط، تعرف يعني 250 نقطة فاير باس، كل باكج فيه 50 نقطة، أنت رح تشتري خمسة بكجات كل باكج فيه 50 نقطة، يعني خمسة بكجات يعني 250 لهاي ما رح تشتريها، 250 نقطة فاير باس ب 900 جوهرة، يعني أنت إذا بدك تشتري نقاط فاير باس من المتجر عادي، رح تشتري ال 900 جوهرة رح يجيبوا لك فقط 30 نقطة فاير باس. شوفوا سكن البنت ب 179 جوهرة، والله في شيء مش مزبوط اليوم، في شيء مش طبيعي بالحساب. والله عن جد شيء غريب، والله شيء غريب يا اصدقائي، لحد الان انا مصدوم كيف يعطوني تخفيض 88%. شوفوا هاي سكن جديد، والله سكن البنت مبين عليه اسطوري ومو ضخم ابدا، فاتمنى سكن الشاب كمان يكون هيك يا رب. طيب سكرين شوت، اوكي هيك حصلنا كمان. المشكله هذا المتجر تخفيضات صاروا يعملوه كانه كانك داخل على المتجر باللعبه، يعني بس تشتري بقجات او تشتري شيء لازم يعني تفتحهم في وقتهم، ما بتقدر تخليهم. طيب شو في عندنا اشياء ثانيه، في عندنا هذا السكن، هذا السكن عندي انا بتذكر 179 جوهره، فما بعرف راح يعطونا بداله بطاقات حمر، يلا خلص راح نجيبه بطاقات حمر، اعطونا بداله بطاقات حمر، يلا هم 100 في بطاقات يا شباب، بطاقات الكاستم روم عن جد لازم تشتريوا بطاقات الكاستم روم يا شباب، لازم تشتروهم، لانه عن جد ب 12 جوهره يعني شيء فعلا اسطوري، وراح تندموا والله راح تندموا اذا ما اشتريتهم، لانه بتذكر مره نزلوا عرض طيباب من زمان برمضان، بتذكر مش رمضان اللي فات، رمضان اللي قبله، لازم تشحن 500 جوهره لما كنا بالسيرفر الاوروبي بوقتها لسه، او لسه كنا منتقلين جديد على سيرفر الشرق الاوسط ما بتذكر، بس نزلوا هذا العرض تشحن 500 جوهره وتحصل على 40 بطاقه، وقليل جدا اللي شحنوا العرض بوقتها، وعن جد كثير ندموا انه ليش ما شحنناه. طيب كمان بطاقات دايموند رويال، في عندنا بطاقات كمان تبع ماكينه الاسلحه، والله شيء رهيب. يا شباب بتحرق، بتحس عن جد 5000 جوهرة أو 6000 جوهرة بتحرق فيهم أبو المتجر وما بيخلصوا الجواهر، بيخلص المتجر وتشري كل شيء بالمتجر وما بيخلصوا الجواهر. طيب هاي البكجات طبعا مثل ما انتم شايفين مش قاعدين نستفيد منها ولا شيء، قاعدين نحصل منها على توكن، وهذول التوكن تقدر تبدلهم انت بالرقصه وبالاشياء هاي، ولكن انا عندي الرقصات وعندي كل شيء فما راح استفيد منهم اي شيء، ولكن مع ذلك ثلاثه جواهر بس والله ما راح اخلي ابوهم. طيب كمان نقدر نشتري كمان 10، بطلوا يخلصوا، بطل لا خلصوا خلص. طيب في اوه كمان نقدر نشتري خمسة، كمان خمسة نقاط فاير باس، والله شيء رهيب، والله شيء رهيب عن جد. طيب هيك اشترينا كل شيء، حرقنا ابو المتجر، شو راح نجيب كمان يا اصدقائي؟ في عندنا اكل القطة، والله راح اجيب ابوك يا اكل القطة، شاهد علي عمر يصرف جواهره على اكل عادي، شاهد فضيحة عادي عادي، راح اجيب ابوهم بستة جواهر، والله راح اجيب ابوهم. كمان هدول بطاقات تبع تطوير الشخصية، وهيك جبنا كل شيء يا اصدقائي بالمتجر، باقي عندنا فقط هذا سكن، كمان سكن الشاب 179 جوهرة، والله شيء لا يصدق، راح اجيب ابوك طبعا بدون تفكير، 179 جوهرة، وهي كمان حصلنا على سكن الشاب يا اصدقائي. طيب يلا ولفر يا حبيبي خلص الحركة، يا حبيبي ولفر يا حبيبي مش وقت استعراض، خلص خلص بسرعة، خلينا ناخذ سكرين شوت. طيب يلا خلصت هاي سكرين شوت، وهيك حصلنا كمان على طيب عن جد الحلو بالموضوع انه انا قاعد بصور فيديو، يعني والله لو انا حاليا مش قاعد بصور فيديو ممكن ما اصدق بعدين، وعلى فكرة بعد ما انزل الفيديو امنج واعمل كل شيء كمان راح ارجع اتاكد من الموضوع ده فعلا انا اخذت تخفيض 88% او لا، والله حاسس في شيء مش طبيعي، حاسس حالي كاني بحلم. طيب سكن البنت صراحة فعلا اسطوري يا اصدقائي، بتقدر تغير هاي هذا القناع اللي انا حاطه تبع فاير باس السابع بتوقع لسه موجود، بتقدر تغير القناع صراحة، سكن البنت اسطوري هيك كامل مع بعضه، ما بتحس انه سكن ضخم، ما بتحس انه سكن عملاق، يعني سكن فعلا اسطوري هيك، فصراحة عجبني سكن البنت.
بس ما بعرف، انا سكن الشاب حاسه راح يكون ضخم، حاسه ما راح احكي شيء، راح اروح نجيب سكن وبعدها راح نحكي بس نجيب سكن، يعني عشان ما احطمكم الان. طيب خلونا نروح نجيب شخصيه شاب، نجيب شخصيه الوك يا اصدقائي. وين الشخصيات؟ وين الشخصيات؟ شخصيه الوك وين؟ الوك الوك تعال يا الوك، تعال تعال باخر الوك. مفروض انا بس انادي عليك تيجي فورا، لانه انت اخر ايامك الان، هي اخر ايامك خلص. راح ينزل شخصيه كريستيانو رونالدو، انت ما عاد يعملوا لك قيمه في السيرفر. ما عاد حدا يقول نريد ألوك مجانا، ما عاد حدا يقول ايش حلي شخصية ألوك، ما عاد حدا يقول أرجوك حلمي أحصل على ألوك. خلاص يا ألوك أنت الآن يعني شيء انتهت صلاحيته في اللعبة. لا لحد الآن صلاحية شغالة، ولكن بعد ما تنزل شخصية كرونو راح تنتهي صلاحيتك يا ألوك للأسف. طيب في عنا هذا سكن، والله سكن الشاب ضخم، يعني إذا بنكذب على بعض ما راح اكذب عليكم، ولا يعني صح اعطوني تخفيض 88%، صح اشتريت باكجات، صح انه انا ب 5000 جوهر حرقت ابو المتجر الغامض كله وحصلت على اشياء اسطوريه، ولكن هذا الشيء ما بيعني انه سكن اسطوري. ما راح اقول سكن اسطوري. شوفوا في عندنا هون 8 باكجات، والله شوفوا كم بيج عندي انا. خلينا نشوف البروفايل، في عندي 385 بيج، يعني خلينا نقول 400 بيج. وطيب في عندنا كم باكج هون للنقاط الفاير باس؟ في عندنا 80 باكج 8 باكجات، ركز علي عمر، 8 باكجات لنقاط فاير باس، كل باكج فيه 50 نقطة، يعني 8 باكجات 400 نقطة فاير باس. طيب هون عندي تقريبا 400، يعني هدول لحالهم 800 نقطة فاير باس. فان شاء الله جهزوا حالكم للفيديو تبع تفتيح الباكجات للماجيك كيوب والفاير باس، رح نحرق ابوها. اشتري كمان 1000 نقطة ورح يكون فيديو اسطوري، رح نفتح باكجات كتير بعدين. طيب في عندنا كمان، شوفوا صار عندي 55 بطاقة. او ماي جاد، والله عن جد هذا المتجر صراحة راح أقول متجر أسطوري. بالنسبة للسكن فعن جد بكل صراحة يا أصدقائي، السكن خايس، سكن عملاق، ولكن بالنسبة للي طلع له تخفيض فوق 60% فوق 70% بنصحه يجيب سكن، لأنه سكن يعتبر يعني يعتبر مجانا، يعني ب 300 جوهرة و 400 جوهرة و 179 جوهرة و 150 جوهرة يعتبر فعلا مجاني. فطيب فاللي طلع له هيك تخفيض أسطوري بنصحه أنه هو يعني يجيب سكن. شوفوا صار عندي 717 بطاقة روم، اما اللي طلع له نسبة تخفيض عالية وما عنده جواهر فما بنصح صراحة سكن عملاق، يعني ما راح تستمتع بسكن، ما راح تلعب بهذا السكن لانه عن جد سكن عملاق، ولكن المتجر فعلا اسطوري، يعني بطاقات تغيير اسم، بطاقات كاستم روم، يعني كل الاشياء الاسطورية اللي نحن بنحبها نزلوها لنا بهاي المتجر. فعن جد صراحة شكرا للمطورين اللي ساهموا باختيار الجوائز في هذا المتجر، عن جد اختاروا جوائز اسطورية وجوائز كل اللاعبين وكلنا بنحبها، وحتى انا بالرغم انه انا عندي كل شيء بحسابي ولكن استفدت من بطاقات الروم، استفدت من بطاقات تغيير الاسم، يعني في اشياء لاول مره بشتريها وما بندم عليها من المتجر الغامض. يعني بتعرفوا دائما بينزل المتجر الغامض بطاقات يعني جولد رويال، بطاقات شو اسمه الدايموند رويال، ماكينه الاسلحه والحاضنه، فانا بشتري فقط هذه البطاقات وبطلع لانه الاشياء الثانيه كلها عندي اياها، ولكن هاي المره قدرت انه اشتري بطاقات تغيير اسم، اشتري بطاقات كستم روم، واشتري اشياء عن جد يعني مش انا فقط، كل اللاعبين اكيد بحبوها وبيتمنوا انه هاي الاشياء تنزل بسعر مخفض. وطيب اصدقائي، طبعا راح اعمل لكم مسابقه على متجر غامض، مثل ما بتعرفوا انه كل متجر غامض بينزل علي عمر بيعمل مسابقه عليه، مسابقه للمتابعين بتكون على حسابي على الانستغرام، اللي حابب يشارك مسابقة كل ما عليه انه فقط يروح يتابعني على الانستغرام، راح تلاقوا رابط حسابي على الانستغرام تحت في صندوق الوصف ديسكريبشن بوكس، روحوا تابعوني على الانستغرام، وبكره او بعد بكره ان شاء الله راح تكون هاي المسابقة، راح اعمل روم للمتابعين اللي بيفوز بهذا الروم. طبعا الشرط انه يكون التخفيض عندك فوق ال 85%، اللي بيفوز بهذا الروم بيجيب البويا راح يفوز معنا بالمتجر تخفيضات. راح نحرق له ابو حسابه، راح اخذ حسابه واشحله جواهر واشتري له كل شيء بمتجر التخفيضات واخلي له حسابه يصير اسطوري يا اصدقائي. فاللي حابب فيكم يشارك بهاي المسابقه يروح على حسابي على الانستغرام مثل ما حكيت، راح تلاقوا رابطه تحت في صندوق الوصف. انتظروا المسابقه، راح اخبركم عنها في ستوري، راح انزل لكم معلومات اكثر عن هاي المسابقه في ستوري الانستغرام، يعني ان شاء الله هي بكره وبعد بكره راح تكون. فطيب اصدقائي، وكمان لا تنسوا تتابعوا البث المباشر على تطبيق نونو لايف عشان تشوفوا كيف صار لعبي بالبي سي بعد 7 ايام. اليوم البث المباشر راح يبدا بعد ما نزل هذا الفيديو مباشرة، كل يوم بفتح بث مباشر 4 ساعات على تطبيق اسمه نونو لايف، لسه مو محمل التطبيق، كمان يروح يحمله، رابط تحميله تحته في صندوق الوصف، او بتقدروا تحملوه من جوجل بلاي او من الاب ستور عن طريق البحث باسمه. بعد ما تحملوا التطبيق ابحثوا عني بالايدي 10 20 30، راح تلاقوا حسابي على الانستغرام، تابعوني وانتظروا البثوث المباشره اللي بتكون بشكل يومي على هذا التطبيق. فطيب اصدقائي، كل الرابط اللي ذكرتها لكم موجوده تحت في صندوق الوصف في الديسكربشن بوكس، ولهيك بنكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو حبايب قلبي، فكان معكم علي عمار واشوفكم ان شاء الله على خير. Ay, 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 ay
خطر.